هاجي خلاص. انا دلوقتي اتعرفت على عملية الدايجيشن ابزوربشن ترانسبورت، نشوف بقى الاستورج بتاع الفيتامين ايه هيروح يتخزن فين. الفيتامين ايه is stored in the liver، يبقى المكان اللي بيتخزن فيه الفيتامين ايه هو الليفر. release طبعا into the blood attached to the binding protein بيسمى بالابو ريتينال بايندينج بروتين الار بي بي. لو حصل عندي توكسيستي من الفيتامين A اللي هي بتسمى بالهايبر فيتامين اوزيس A، هتحدث امتى؟ لو الكاباسيتي اوف الريتينول بايندينج بروتين هاز بين اكسيدد، يبقى الكاباسيتي السعه بتاعته عاليه. السيل ار اكسبوزد تو ان باوند ريتينول، يبقى بقى موجود ظاهر عندي دلوقتي ان باوند ريتينول. excessive use of الفيتامين A supplementation، لو انا باخد دراجز بتحتوي على فيتامين A بنسبة عالية ممكن يؤدي ذلك الى toxicity. البيولوجيكال فانكشن اوف الفيتامين A، الفايدة بتاعة الفيتامين A في داخل الجسم عندي. اول فايده البيتا كاروتين اكت از انتي اوكسيدنت، يهمني جدا يا شباب ان هو البيتا كاروتين، يبقى اي نوع من انواع الفيتامين A هو البيتا كاروتين اللي هو البرو فيتامين اللي موجود في الفيجيتابلز هو بيعتبر كانتي اوكسيدنت. الريتينول الريتينال ريتينويك اسيد، كل واحد منهم عنده يونيك بيولوجيكال فانكشن، عنده وظيفه او فايده خاصه بيه مميزه له عن التاني. الريتينول والريتينويك اسيد ماشي في الفكرة بتاعته او في الشغل بتاعه زي الاستيرويد هرمون، بيعمل ريجوليت للجين اكسبريشن، السيل ديفرنشيشن، بيساعد في عملية الجروس. باذا دول فوائد الريتينول او الريتينويك اسيد. الريتينال is a component of the visual pigment rhodopsin، يبقى مهم جدا ان هو بيساعد في عملية ال visualization في عملية الرؤية في العين. مين الرودوبسين ده؟ الرودوبسين ده موجود في الرود سيل اوف الريتينا، responsible for the vision in poor light، يبقى اذا بيخليني اشوف فين؟ في البور لايت، في الإضاءة الخافتة، يعني في الظلام بالليل بقدر أشوف بالرود أوبسن. الباسوي بتاعته الفكرة ماشية ازاي؟ ان انا عندي الرود سيل اللي موجود عندي في الريتنا، في وجود الحداشر سيس ريتينال بيحصل ايه؟ بيحصل سبيسيفيك باوند بالفيجوال بروتين بيسمى بالأوبسن، وانس اتحدوا مع بعضهم هيكون لي الرود أوبسن. الرود اوبسن ده لما بيتعرض لللايت هيرجع تاني يتحول للاوبسن ويديني اول ترانس ريتينال، وبالتالي الريتينال از ريكوايرد تو مينتين ذس سايكل اوف ذا رياكشنز، يبقى هو ده اللي هيساعد لي في عمليه الفيجن ان ذا البور لايت. يبقى يهمني جدا ان انا عند ال 11 سيس ريتينال هو اللي بيتحد مع الاوبسن عشان يديني الرودو اوبسن، ثم بعد ذلك يرجع تاني في اول ما يتعرض للضوء هيديني اوبسن عشان يديني ترانس ريتينال. الريتينويك اسيد بارتيسيبيت ان جلايكو بروتين سينثيز، يبقى بيساعد الريتينويك اسيد في عمليه تصنيع الجلايكو بروتين. For the action of retinoic acid in promoting growth, the differentiation of the tissue. يبقى كمان retinoic acid بيساعد في عملية growth and differentiation of the tissue. Retinoyl phosphate function is a carrier of the oligosaccharide across the lipid bilayer of the cell. يبقى إذا retinoic acid بيتحول إلى retinyl phosphate. Retinyl phosphate ده مهم جدا في
الاوليجوساكرايد اللي موجودة في الليبيد باي لاير اوف ذا سيل، وبالتالي يقدر يساعد لي في تصنيع الجلايكوبروتين سينثيز. يبقى اذا احنا ممكن نلخص الفانكشن بتاعه الفيتامين اي ان البيتا كاروتين اكت از انتي اوكسيدنت، بعد كده الريتينول ممكن يستخدم كلايك استرويد هرمون مهم في الجروث في السيل ديفرنشيشن، الريتينال مهم في الفيجوال سايكل، الريتينايل فوسفيت اللي هو جاي من الريتينويك اسيد مهم في جلايكوبروتين سينثيز، الريتينويك اسيد برضو لايك ستيرويد هرمون مهم في الجروث مهم في السيل ديفرنشيشن. الديفيشنسي اوف الفيتامين اي، لو واحد تعرض لديفيشنسي ايه الامراض اللي ممكن يلاقيها؟ عندي اول مرض اللي هو ديفكتيف نايت فيجن، ويهمني جدا كلمه نايت اللي هو العمى الليلي. كيراتينايزيشن اوف الابيثيليال تيشو اوف الاي او السكن ايا كان بقى نوع السكن اللي موجود عندي. ريدكشن ان الميوكس سكريشن. طيب الامراض ديت او الاعراض اللي انا ممكن اشوفها ديت هتبقى اساسها ايه او سببها ايه؟ سببها طبعا poor basis diet coupled with lack of vegetable او الالكحوليك. يبقى اذا الناس اللي بتتعرض لنقص في الفيجيتابل او الخضروات والفاكهه عندها الوجبه الغذائيه غير سليمه او غير صحيه ديت ممكن تتعرض لـ deficiency of الفيتامين A، والالكوهوليكس الناس اللي بتشرب كحول ممكن يحصل عندها deficiency of الفيتامين A. وبكده أكون أنهيت معاكم محاضرة النهاردة، يا رب تكون خفيفة ولذيذة عليكم وتكونوا استوعبتوها. أتمنى إن انتوا تذاكروا الشباب أولا بأول عشان ما يتراكمش عليكم المعلومة. شكرا يا شباب.